وليدي خويا اسمع باش تحبط لي البور كيفاش واحد راه منا ياك الدور هذه الاولى الدروات تاعك زيد تلقى واحد الدور الاولى ياك الدروات زيد اوفر تهبط منا من جهه هذا من كوتي داكور صح السلام عليكم اليوم رانا في مدينة الجيامة المنصورية اللي تقع في ولاية جبل تيجل على الطريق الساحلي ما بين تيجل وبجاية واليوم سوف نأخذكم في رحلة إلى ميناء الجيامة المنصورية سوف نتعرف على الميناء وكذلك سوف نترصد أي أشغال جديدة يعني في الكورنيش نتاع مدينة الجيامة المنصورية نشوف إذا كان فيه أشغال جديدة في الساحل تاع مدينة الزيامة إذن هنا رانا في وسط مدينة الزيامة وسوف نهبط إذن باتجاه الميناء إذن هذا هو الطريق تاع الميناء تاع الزيامة واللي تحتاج إلى تهيئة على كل حال وتجديد هنا رانا وصلنا للميناء القادم ونلاحظ هنا انه فيه هنا واجهة بحرية فيه رصيف نتاع الساحل يعني تم انجازه مؤخرا يعني مش قديم يعني لا يعود الى عشرات السنين الاشغال نتاعو جديدة فيه عملية تعبض حاجز خرسانة حاجز تاع ايضا اسمنتي زائد حجارة تظهر شوية على اليسار إذن هذا هو الكورنيش الجديد نتاع مدينة الزيامة المنصورية واللي أكيد في المرحلة نتاع الاصطياف موسم الاصطياف يكون يعج بالزوار والمصطافين هنا والله إذا كان داروه على شكل طريق عادي ويخلوا من أماكن الأرصفة كان حصلت مما يتركوا هذا الطريق مفتوح والله منظر رائع جميل جدا هنا على الساحل نتاع الكورنيش هذا الذي تم انجازه واللي يفتقد على كل حال لعدة عناصر جمالية يعني داروه بريد ما فيش حتى ولو فيه بعض الأعمدة تاع الإضاءة لكن يحتاج إلى تطوير على كل حال هذا هو الرصيف أو الكورنيش الجديد الساحلي تاع مدينة الزيامة المنصورية في ولاية جيجل ونتوقفكم تتابعون ما تبقى من هذا الفيديو والسلام عليكم.